السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب. كنت عند حضرتك بس كان عندي سؤال. كان الوالده كانت بتقرا على ميه القران الكريم وتقول بوزعه في البيت وكده عشان البركه وعشان لو في عين او حسد. لم أو يرد عن رسول الله هذا الصنيع. السنه؟ لا لم يرد. يعني تقرا هي في على كوبايه تقرا سوره الفاتحه على كوب وترش الكوب في انحاء البيت لم يرد عن الرسول. لم يرد يعني؟ لم يرد. يعني اللي بتعمله ده غلط ولا غلط؟ غلط. ايوه ممكن تقرا القران يبقى في البيت شغال سوره البقره في البيت ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره.